مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. جيت لكم اليوم بلفات حجاب سهلة وسريعة، وفينا نقول عليها اختراع، فعلشان كذا لا تفوتوا عليكم أي لفة حجاب. علشان كذا اشتركوا عندي في القناة وتشجعوني وتحطوا لي لايك حلو زيكم، وتقولوا لي أي لفة حجاب عجبتكم. وبس، في أسهل من كذا؟ ما في. وكمان لا تنسوا تنشروا هذا الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي تبعكم، لأن القناة راح تكبر فيكم وبوجودكم. بس والله خلونا يلا نبدأ مع أول لفة حجاب.